على فكرة يا آدم، أنت اللي فتحتني في موضوعنا مش أنا. معلش اعتبريها غلطة. غلطة؟ أنت بتعتبر مصارحتنا لبعض بحبنا بعد سكوت سنين غلطة؟ غلطة، لأن أنا وأنت مشينا ورا مشاعرنا وأحلامنا ونسينا الحقيقة. حقيقة إيه؟ حقيقة إيه أكتر من إن إحنا بنحب بعض؟ حقيقة إن الفقير ملوش حق يحلم، لأنه أصلا ما بينامش من غربة. كنت فاكرك أقوى من كده. يا ريتك ما صرحتني، يا ريتك ما صرحتني.